أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مؤتمره الجماهيري الثاني الحاشد باستاد القفط الرياضي دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. حضر المؤتمر الجماهيري أكثر من 10,000 مواطن، كما حضره عدد كبير من القيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بنرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذا المؤتمر الحاشد اللي بتحضره جميع قرى محافظة قنا، أصرت على أنها تكون ممثلة وأنها تشارك في هذا المؤتمر لكي نرسل برسالة أن أهالي الصعيد تحديدا ومحافظة قنا على وجه الخصوص الشباب بترد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا هنا بندعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنقول له كمل يا رئيس وإحنا معاك، كمل معاك مرحلة تانية وتالتة ورابعة، معاك ليوم الدين وامشي يا ريس، واحنا معاك ضد التهجير والسياسة ودعما لإخواتنا في غزة وبندعمهم وبنحبك وبنقول لك كمل يا ريس.